أنا أعطيت نموذج مواضيع عندنا فيها حساسية كاتحاد اشتراكي، وخاصة موضوع التحديث وموضوع المساواة وموضوع الحريات وحقوق الإنسان. احنا حريصين هذه اللي يمكن تكون فيها بعض. ما الغاية من هذا الميثاق؟ ميثاق لتنظيم العلاقات بين أعضاء الأغلبية. قلت أنا غير لتنظيم العلاقات بين أعضاء، ماشي لتنظيم العلاقات أو لتحديد طريقة عمل الحكومة. الحكومة يحدد عملها الضوابط والقوانين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وما تنسوش ديروا جيم للصفحة ديالنا على الفيسبوك باش توصلوا بكل جديد.